مصري وماتشات طبعا مهمه جدا في الاسبوع الخامس من بطوله الدوري. خلينا نشوف كده مع بعض الماتشات بكره ان شاء الله في الدوري المصري. كابتن طلعت يوسف هيكون معانا بعد 5 دقائق من دلوقتي ان شاء الله عشان نكلمه بقى على كاس العالم ونكلمه على الدوري المصري. دي من لقاءات بكره باذن الله، حرس الحدود وبيراميدز الساعه 3:15 في استاد الماكس في اسكندريه، في نفس التوقيت البنك الاهلي مع امبي في استاد القاهره، اتحاد السكندري وغزل المحله الساعه 7 في استاد اسكندريه. ماتشات كلها قويه جدا. خليني اقول لكم الحكام اللي هتحكم ماتشات بكره، ماتش حرس الحدود وبيراميدز. طيب دي ماتشات الخميس كمان، اسوان وفاركو، الداخليه وفيوتشر، والزمالك والمصري. في ماتشات الجمعه، 3 ماتشات يوم الجمعه ان شاء الله، الاسماعيلي وسموحه، مقاولين عرب مع سيراميكا، والاهلي مع طلائع الجيش. خلينا اقول لكم بس الحكام اللي هتحكم ماتشات بكره، ماتش حرس الحدود وبيراميدز حكم المباراه محمد الغازي، ومعاه مصطفى عطيه واحمد عادل مساعدين، عمرو عايد حكم رابع، محمود البنا ومحمود عبد السميع حكام فار. ماتش البنك الاهلي وامبي حكم المباراه احمد جمال، معاه 2 مساعدين عماد العقاد واحمد عبد الغني، مصطفى الشهدي حكم رابع، علاء صبري وعمر فتحي حكام فار. ماتش الاتحاد السكندري وغزل المحله، احمد الغندور حكم المباراه، و2 مساعدين شهاب راشد واحمد بكر، حكم رابع محمد العتباني، وحكام فار خالد الغندور واسامه السيد. خليني اقول لكم بعض الاخبار كده بسرعه المحليه. الجمعيه العموميه للاهلي بتفاوض مجلس الاداره في جدول الاعمال، فوضت الجمعيه العموميه للنادي الاهلي مجلس الاداره في جدول الاعمال، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانوني. يعني طبعا الجمعيه العموميه ما اكتملتش النصاب القانوني في النادي الاهلي، ففوضت المجلس في مناقشه وتنفيذ جدول الاعمال. حمدي فتحي هيعود لقائمه الاهلي في المباراه القادمه امام طلائع الجيش. كان حمدي فتحي الفتره اللي فاتت مصاب، لكن هيعود في المباراه القادمه يوم الجمعه، الاهلي هيواجه طلائع الجيش. وايضا الاهلي برضه هيستعيد جود طاهر محمد طاهر بعد انتهاء ايقافه. طاهر هيكون موجود برضه في ماتش طلائع الجيش، ان كان طاهر محمد طاهر موقوف في الماتشات اللي فاتت. الاهلي بينتظر مستحقات الرعايه لدفع 15 مليون جنيه الكهرباء. في الاهلي مستني بس ياخد فلوس السبونسرز والرعايه عشان يدي الفلوس لكهرباء 15 مليون، وكهرباء هيدفع 15 مليون جنيه من معاه، يبقوا 30، ودي نص العقوبه. وزي ما قلت لكم من يومين ان الاهلي او كهرباء مقدم شكوى للاتحاد الدولي او المحكمه الرياضيه الدوليه عشان نادي قلفش يدفع نص العقوبه. العقوبه دلوقتي على كهرباء 60 مليون جنيه، الزمالك لازم ياخد 60 مليون جنيه عشان كهرباء يرجع يلعب كوره تاني، فكهرباء يدفع 30 وكهرباء عايز النادي البرتغالي يدفع ال 30 الباقيين، النادي البرتغالي رافض. فهنشوف بقى هيحصل ايه من خلال الاتحاد الدولي الفتره القادمه. الاهلي بيستقر على التجديد لياسر ابراهيم. انتوا عارفين في بعض اللعيبه عقودها هتنتهي في الاهلي الفتره في بنهايه الموسم، فالاهلي هيجدد لياسر ابراهيم. بيقولوا ان كولر رافض التجديد لرامي ربيعه، ولسه موضوع حسين الشحات كمان، الاهلي بيناقش مع كولر تجديد عقد حسين الشحات. الزمالك النهارده اللعيبه اتمرنت، طبعا الزمالك بيستعد ليوم الخميس لقاء المصري مره اخرى. كان الزمالك لعب مع المصري في الكاس وكسب 1-0، هيلعب مع المصري تاني يوم الخميس. مسلوسي وعمر جابر وزيزو انتظموا النهارده في التدريبات الجماعيه، شيكابالا شارك في جزء من التدريبات. الزمالك كان عمل عقوبات على سامسون ايكينولا، وقال لك كان مش هشيل العقوبات دي غير لما سامسون ايكينولا يتالق مع الزمالك ويحرز اهداف في الدوري. النهارده في اسكندريه مجلس اداره نادي سموحه برئاسه بقى المهندس فرج عامر، طبعا رئيس النادي الجديد القديم. طبعا انتوا عارفين المهندس فرج عامر طبعا كان فتره كبيره رئيس نادي سموحه، وهو انا دايما بقول ان هو اللي عمل قلعه نادي سموحه. النهارده كان المهندس فرج عامر بعد نجاحه بقى في الانتخابات وعودته لرئاسه النادي مره اخرى، النهارده كان في زياره لفريق الكوره في نادي سموحه، والتقى باللعيبه وكابتن طارق العشري، وكان معاه طبعا المجلس عمر الغنيمي نائب الرئيس ومجموعه من اعضاء مجلس اداره نادي سموحه، فزاروا الفرقه النهارده. وطبعا يعني الفتره الجايه اكيد مهندس فرج عامر طبعا هيهتم بالكوره بشكل كبير جدا، ويعتقد ان كمان نادي سموحه هيرجع يصرف تاني اكتر على فريق كره القدم، ان مهندس فرج دايما بيبقى مهتم جدا بفريق الكوره في نادي سموحه. بكره زوران مانولوفيتش مدرب الصربي نادي الاتحاد اعلن القايمه بتاعه الاتحاد السكندري في ماتش المحله، المهدي سليمان وصبحي سليمان وعمر خليل، 3 حراس مرمى، هشام صلاح، محمد الصالح، خالد صبحي، صبري الرحيل، سليفو مورو، مروان عطيه، سعيد صنبوري، احمد عادل ميسي، ابراهيم حسن، ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، عبد الغني، محمد كريم الديب، فوزي الحناوي،
مصطفى ابراهيم، كريستوفر مابولولو، اوستن اموتو، واحمد عيد. دي قائمه الاتحاد السكندري بكره في مباراه غزل المحله. كمان نادي بيراميدز برضو نزل القائمه بتاعته في مباراه بكره امام حرس الحدود، تاكيس جونياس، احمد الشناوي، شريف اكرامي، ويوسف نادر في حراسه المرمى، احمد سامي، علي جابر، اسامه جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي، كريم حافظ، بلاتي توري، اسلام عيسى، مصطفى فتحي، دونجا، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، عبد الله مجدي، ابراهيم عادل، ابراهيم عادل مره اخرى كان خارج القائمه الماتشات اللي فاتت، محمود صابر، وفخري لقاي، وفخر الدين بن يوسف، ودودو الجباس، وخرج رمضان صبحي من قائمه الفريق، قالوا ان هو عنده كدمه. مش عارف بقى الكلام ده مظبوط ولا في حاجه ثانيه بالنسبه لرمضان صبحي. محمد عبد المنصف حارس الزمالك السابق طبعا هيعمل فتره معايشه في نادي بيراميدز. عايز برضو محمد عبد المنصف يخش في مجال تدريب حراس المرمى، فعامل معايشه كده مع مدرب حراس مرمى نادي بيراميدز، هو مدرب يوناني تحت قياده كمان تاكيس جونياس. فصور محمد عبد المنصف مع نادي بيراميدز في تدريبات بيعمل فتره معايشه يعني. الاسماعيلي هيخش معسكر مغلق بكره استعدادا لمواجهه سموحه. معايا خبر برضو على تاكيس جونياس مدرب بيراميدز، برضو قلت لكم امبارح ان لجنه الانضباط في اتحاد الكوره هتكتفي بلفت نظر لتاكيس جونياس مدرب اللي كان فيه تصريحات ضد الحكام، ولكن النهارده قالوا ان لجنه الحكام قدمت فيديوهات جديده بتدين تاكيس جونياس، فلجنه الانضباط لسه هتاخد قرار تاني بخصوص